السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بص يا جماعة، احنا لسه لغاية دلوقتي عند مدرسة الشهيد محمد فريد الإعدادية بنين، ورانا البوستة. بصوا هنا يا جماعة، الشكل ده روعة. الناس اللي شغالة كفرات للأنتريهات، شايفين؟ مش هتصدقوا هنا السعر بكام المتر، واحنا في السوق اهو. بكام بقى المتر؟ بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. لازم نسمي كده على كل حاجة يا جماعة، نشوفها جميلة. ده شانيليا، شايفين؟ دي كده قعدة الانتريه، قعدة الكنبة، ودي قعدة كنبة تانية اهي. وهتفصليهم الاتنين من بعض وتحطي الدانتيل من تحت من هنا كده. ادي كده قعدة الكنب. طبعا فين الكراسي يا دعاء؟ هنحط القعدة بتاعت الكنب من غير الكراسي؟ لا يا حبيبتي، الكراسي الراجل منسكيش، الراجل منسكيش. ادي كرسي وادي التاني اهو. تعالوا بقى نشوف كده ونقول لبعضنا كده الاسعار عندكم في الموسكي والازهر والحتت دي. خامة تقيلة اهي، بصوا ظهرها اهي، ظهرها اهي شانيليا. وادي الشغل اهو على نضيف. دي بقى عاملة المتر بكام؟ باربعين جنيه المتر، باربعين جنيه من اللي انتوا شايفينه ده. عايزين تجيبوا من التواب، التواب عنده اهي، شايفين؟ ده كده توب اهو، ده توب كامل اهو، بصوا اهو، ده توب كامل، شايفينه؟ دي التياب. ده المتر في التياب بكام؟ التياب ب50، سامعين اهو؟ دي قعدة كرسي، ماشي عشان شايفين؟ قعدة كرسي. لسه بقيتها هنا اهي، بقيتها هنا اهي. يعني ما اعرفش بقى قعدة الكرسي دي، قعدة الكرسي التانية اهي. ماشي؟ قعدة الكنبة يا رب. انما قعدة الكراسي هنا لا، مفيش قعدة كراسي هنا. زي النهاردة. يعني زي النهاردة تجيب لهم الاتنين مع بعض وعد. ماشي. تجيب لهم الكراسي مع اصل ده شغال ايه طالب نار ده في النت. خلاص يا جماعه زي النهارده هيجيب لكم كل الكنب مع الكراسي. يعني المتر هنا ب 50 جنيه، ده كده الكنب بس، الكراسي مش عنده دلوقتي. بصوا الشكل الثاني ده برده توب. بصوا ده شكل تاني توب اهو، اهو شايفين؟ عنده اشكال كتيرة اهو، يعني مش شكل ولا اتنين، دول كده التواب اللي عنده. بصوا بقى الحتت اللي هي الفضل عنده هنا اهي، المتر ب40. الحته دي الوحيده اللي انا كنت ماسكاها اللي فيها كرسيين واتنين كنبه. بعد اذنك يا حاجه هوريكم شكل تاني كده برضو. لا كل واحده فيها كرسيين واتنين كنبه، بس معلش اعذروني ان انا ايه لوحدي مش عارفه افرد. اهي شايفين دي اهي، ده كرسي، دي كنبه. مش عارفه ليه مش عارفه اجمع الكرسي بالكنبه. دي كنبه ودي كرسيين اهو، بس دي مساحتها صغيرة. خلي بالكم من المساحات، فاهميني يعني ايه المساحات؟ يعني انا دلوقتي معايا حتة زي دي كده اهي، دي كراسي بس، دي كراسي بس من غير مخدات، من غير كنب. شوفوا الشكل ده، ده كده ايه شايفين؟ دي كده ايه قعدة الكرسي. مفيش هنا قعدة الانتريه، قعدة اللي هي الكنب. بصوا دي قعدة كنب لوحديها، ممكن واحدة تاخدها مفرش، شايفين؟ بس المتر ب40 جنيه، يعني دي ممكن يعملها لك كأنها متر ونص، ممكن يعملها لك متر ونص، ممكن يديها لك ب50 جنيه وانت تقفليها وتعمليها مفرش لترابيزة. بصوا الجمال حلوة قوي قوي. بصوا اهي، ده كده ايه كنبه، دي كنبه ودي كنبه اهي. الكراسي مش موجوده فيها، في حتت فيها كراسي وفي حتت فيها ما فيهاش كراسي، يعني في حته يبقى فيها الحتتين بتوع الكراسي وفي حته لا. بصوا ما فيش الا هي اللي انا كنت ماسكاها دي. بصوا الجمال، هي دي اللي فيها القعدتين بتوع الكنب والكرسيين. بصوا يا جماعه الخامه دي جميله قوي، هشوف بس بصوا الخامه، هو ما فيش حد معاه عشان يفرد لي، فانا بتعامل فيها بوكهات ورد كده اهي. ده فرش انتريهات، ده يتشد بيه انتريهات، تاخديه تحطيه على الانتريه، تحطي له الجبير، انت واللي انت عاوزاه كله. بس في خامات تقيله وفي خامات خفيفه، اللي في السوق ما يعني خفيفه معاك لو واحد عنده، شايفين؟ خفيفه اللي فاتت عدي يا ماما، كل ده خفيف، كل ده كده التقيل اهو. والاشكال بتاعته اهي، انت تيجي وتقلبي والسوق الجاي تعالي هيجيب الكراسي مع القعده بتاعه الكنب. هتاخدي الطقم كامل من عنده اهو يا جماعه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.